بورتو هو النادي المثالي بالنسبة لي. بهذه التصريحات عبر الدولي الجزائري ياسين إبراهيمي عن فرحته الكبيرة بانضمامه إلى نادي بورتو البرتغالي قادما من نادي غرناطة الإسباني لقناة النادي الرسمية صبيحة يوم الأربعاء. إبراهيمي بدا واثقا من خياره، كاشفا أنه فضل الانتقال إلى فريق كبير وعريق يناسب طموحاته وينافس على الألقاب، معربا في ذات الوقت عن أمله الكبير في البروز والتألق في تجربته الجديدة والمساهمة في إفراح أنصار النادي البرتغالي. نجم الخضر باشر التحضيرات مع زملائه الجدد يوم الأربعاء وبصفة رسمية.